من ساعتين. والله ما انتبهت. ليك ليك لحظة، لا تسكر، هلا برجع لك. ايه أمجد، آسفة نطرتك. مو مشكلة، أنا صار لي 10 سنين عم انطر. لا خلص، إن شاء الله بعد هلأ ما في نطرة. طيب شو بفهم من الحكي؟ بابا قال لي خليه يجي يزورنا بالبيت. بالبيت؟ يعني مو بالمحل؟ قال لي ما دام عم تشوفيه بالوظيفة، اتفقي أنت وياه على موعد وخبريني. شبك أمجد؟ والله ما بعرف، بس حاسس حالي مكركب. لا حبيبي الله يخليك، مو وقت الكركبة هلا. طيب مين يجيب معي؟ فيك تجي لحالك وفيك تجيب معك حدا من أهليتك. أمي مثلا؟ ليك أنا بهي الزيارة الأولى ما بفضل، لأنه بصراحة يعني هلا إذا بدها تجي أمك مع مين بدها تقعد؟ مع ماما. ماما هلا ضاربة بوز، فخلينا نأجلها شوي بلا المناقرة من أولها، خليها لكتب الكتاب مثلا. ليكك حاسبتيها من كل الجهات. ايه طبعا بدي احسبها. اسمع اسمع، خلاص بكره بنلتقي وبنتفق بنحكي بالتفاصيل. باي. زوجتك؟ موكلتي. موكلتي اختي. اختي على مهرين. على مهرين مؤجله. مؤجله 100,000 ليرة سورية. 100,000 ليرة سورية. ومؤخره. ومؤخره 100,000 ليرة سورية. 100,000 ليرة سورية. تفضل. صدقت انه ما عم نضحك عليك، هاي عبير صارت زوجتك شرعا وقانونا، وان شاء الله العرس ما هو بعيد، وانا من اليوم بدي اتفرغ لكسوه البيت. والله انت وشطارتك. على كل الف مبروك، انتوا اثنين ظراف بتستاهلوا بعض. أنا بسمحوا لي. شو لوين؟ يعني 2 عرسان جداد، شو بدي أعمل بيناتهم؟ بعدين عندي شغلة لازم أعملها. بدي أنصحكم نصيحة أنتم اثنين، لا تبعثوا مصرياتكم، وفروا لكم كم قرش بيطلعوا فيهم شهر عسل. يلا دير بالك عليهم. أوكي. ما فيك تتصور قديش بحبه لأمجد، يعني عن جد بتمنى كل بنت بالدنيا يكون عندها أخ مثله. شوينك يا رجل؟ معك حق، أنا آسف إني تأخرت عليك المرة. طيب يعني على الأقل اتصل تليفون. والله كنت كثير مشغول. عزة؟ أي عزة، يعني يبدو إنه دخلنا بالجد، ولما دخلنا بالجد أول شيء تذكرته هو أنت. ما بعرفك مصلحجي. لا أكيد ماني مصلحجي، بس ما بيقولوا إنه الصديق عند الضيق. ضيق؟ خير شوفي، تفضل. هلا أنت مو وعدتني إنه تروح معي وقت الطلبة؟ امبارح ولساتني عند وعدي. ايمتى؟ ما انا جاي لعندك لحتى نتفق على ايمتى. شلون هي بقى؟ انا مبدئيا ما رح اخذ حدا من اهلي. معقولة؟ ايه حسبناها انا وعزة ولقينا انه هذا انسب حل هلا. شو هالحكي هذا؟ 2 ولاد رايحين يطلبوا؟ شو هالجاهل؟ اي اب رح يرضى يعطي بنته لهيك جاه؟ لا انت ما قلت لي انه اخوك ممكن يروح معنا؟ امبارح. طيب هي ما عاد عندنا 2 ولاد. ها حلو، صرنا 3 هلا هيك. هلا هذا الحاضر، ما بدك تروح معي لروح لحالي. لا بلدي روح معك. بتحكي مع اخوك؟ اي نعم. الو كيفك ابو سعود؟ شو اخبارك؟ مشتاق لك، بس مشتاق للولاد اكثر. بتمون اخي بتمون. اخي اسمع، هذا امجد حبيب قلبك،
مو انت هيك دائما بتقول عنه؟ لا اخي بلا ساده ساده. بالمختصر امجد بده يخطب وعازمك تكون على راس الجاهه. لا ولو طول عمره مقامك عالي. ايه ليكو جنبي. ايه اوكي طيب اخي قال اذا ما كنا اخذين موعد فيوم الجمعه بعد الصلاه، واذا اخذين موعد خلص قل له يوم الجمعه منيح. خلص يوم الجمعه منيح. ايه وبعد الصلاه يعني ما حدا بيروح من وش الصبح بيطلب بنات الناس. ايه طيب قال اخي عازمنا انا وياك على الغداء يوم الجمعه بعد الصلاه وبعدين نطلع عند الجماعه. موافقين اخي. مشكور ابو عامر. طيب حبيبي شكرا كثير. يلا مع السلامه. ولي شو بيعلي القلب. الجمعه الجايه. الو. ايه انا شو بكي؟ كثير اشتقت لك. لهيك طولت الغيبة؟ زعلانة ما؟ لا مو زعلانة، بس والله كثير اشتقت لك. صدقيني مو بإيدي، صار هيك شوية ظروف يعني خارجة عن إرادتي. خلص المرة الجاية ما بقى فيك تسافر لحالك، رجلي على رجلك. طيب مو لنكون متجوزين بالأول؟ خلص رح نتجوز، واللي مو عاجبه يبلط البحر. وأنا هذا كمان رأيي. على كل الحمد لله على سلامتك حبيبي. الله يسلمك. فيني شوفك بكرة؟ ايه اكيد فينك تشوفني بنفس المكان ونفس الزمان. خلص رح تلاقيني ناطرتك. اذا اتفقنا. مع السلامة. نحن يعني بقصد انا ووليد واخوه الكبير اتفقنا على يوم الجمعه، فانت شوفي اسالي لي ابوك اذا كان بيناسبه هذا الشيء وردي لي خبر. بيناسبه حتى هو يوم الجمعه احسن له من غير ايام. بس اي ساعه؟ يعني بده يكون بعد العصر قبل المغرب هيك شيء. ايه التوقيت مناسب. بس شو كنت بدي اقول؟ قول. يعني ما بعرف اذا هي المواضيع عاده بتنفتح بالزياره الاولى، بس على فرض ما انفتحت ما لازم اكون انا وياكي متفقين؟ لك يقصف عمري اذا عم بفهم منك. عرف عن شو عم تحكي؟ لك عن المهر والتلبيسه يعني هالشغلات هي. بس انا ما بدي منك مهر. شلون يعني ما بدك مني مهر؟ يعني ما بدي منك ولا فرنك لا مقدم ولا مأخر. شو اهلك؟ لسه كل شغله بيقول لي واهلك شو بدك باهلي؟ ما راح يوافقوا. هي مشكلتهم مو مشكلتي. يا حبيبتي حتى شرعا هذا الكلام اللي عم تحكيه ما بيجوز. طيب شرعا ما بيجوز معناتها صار بنتي. دخلك معك 100 ليره؟ ايه معي. شو بدك فيها؟ اعطيني 100 ليرة بس تكون جديدة الله يخليك، العملة تلفانة بهالايام. شوف لك اصلا اذا في جديدة. تفضلي. عظيم ليكني قبضت المقدم تبعي. عزة. والمؤخر نفس الشيء وما رح تفرق معي كانت قديمة ولا جديدة. عزة. لسه عزة 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 شباب. في شيء بالشرع بيحدد قد ايه لازم يكون المهر؟ لا ما بظن. بس بالمقابل في اعراف وفي تقاليد. يعني عزة في مناخ عام وهي كلها مثل القوانين ممكن تكون اقوى كمان. مزبوط فعلا هاي الاشياء ممكن تكون اقوى من القانون بس مو اقوى من الشرع. نحن رح نتزوج على سنة الله ورسوله. ولا ناوي نتزوج على الطريقة البوذية مثلا؟ لك شبك انت من شو مصنع؟ مثلي مثل كل هالبنات. بس عادة البنات بتطلبوا او اغلبهم على الاقل. وانت قلتها اغلبهم يعني في استثناءات وأنا واحدة منهم والفرق بيني وبينهم بسيطة بس جوهري كتير. أنا عم حاول أختار حياتي بنفسي. بدي أعيش حياتي مثل ما أنا بدي مو مثل ما بدهم أهلي والمجتمع والتقاليد اللي عم تحكي عني. طيب وبركي فشلتي؟ ما رح أندم. ليش؟ لأنه الحياة خيارات ولما بفشل بكون عم بدفع ثمن خياراتي. بس ما رح أفشل صدقني. طيب شو اللي بيخليك تكوني واثقة لهالدرجة هي؟ أنت بجوز كون أنا السبب بفشلك. عم تقول بجوز يعني مو أكيد. في ألف سبب تاني ممكن يكون خارج عن إرادتنا نحن الاثنين. الضغوط الاجتماعية، الظرف الاقتصادي. حسد. تأمني بالحسد؟ طبعاً. طيب مين بده يحسدنا؟ كتار. على شو دخلك؟ على الفيلا اللي جنبها مسبح ولا على المرسيدس اللي صافية جنبها فيراري؟
لا، رح يحسدونا على شيء أهم من هيك كتير. الحب. رح يحسدونا على الحب اللي بيناتنا. مو على أساس إنه مو بالضرورة اليوم نحب الشيء اللي كنا نحبه مبارح؟ هذا مو كلامي؟ بلا، كان وما يزال. معناها الحب بأي لحظة ممكن يوقع وينكسر ويصير ميت شقفة. هذا الكلام ممكن يصير، بس مو معنى أنا وأنت. مش معنى أنا وأنت لا؟ لأنه أنا وأنت استثناء. بضمانة شو؟ الصداقة. أنا من الأول كنت صريحة معك وقلت لك أنا عم فتش على صديق من الجنس الآخر، ولكني لقيته. الأعراف والتقاليد ما بتسمح لي أعيش معك غير ضمن إطار معين، اللي هو الزواج. أوكي، أهلا وسهلا، ليش لا؟ بنتزوج وبنعيش مع بعض تحت سقف واحد، بس مو مثل المتزوجين اللي ممكن يملوا من بعض بأي لحظة. لا، بنعيش مع بعض كأصدقاء. الحياة قاسية وبدها تعاون، والتعاون بده محبة، والمحبة بدها صداقة لحتى نقدر نكمل الحياة. عرفت هلا ليش ما بدي مهر؟ لأنه الصداقة ما بتنشرها بالمصاري، مثلها مثل المحبة، الأسرة، طيبة، مثل كل شيء حلو بهالحياة. بالمصاري فيك تشتري أي شيء، سيارة، بيت، مجوهرات، طيارة إذا بدك، بس المصاري بحياتها ما قدرت تشتري الحب أو الصداقة. الاثنين حلوين. يعني علقون اثنيناتهم؟ وين بدك تعلقيهم؟ يعني ما رح علقون علقون، رح حطهم على الكومودينا جنب التخت. لا حبيبتي، لا تعلقيهم ولا تحطيهم على الكومودينا. ليه بقى؟ حبيبتي لسه بكير عليك شغلات. يعني شو فيها؟ فيها ولا ما فيها؟ عمل لك بكير يعني بكير. رجل هالبنت كل مالها عم تفاجئني اكثر. شو عم تفاجئك؟ بتحكي حكي كثير كبير. يا فهمان الحياة صح زيادة عن اللزوم، يا اما غرقانة فيك زيادة عن اللزوم. غرقانة فيني زيادة عن اللزوم؟ بشرفك على شو؟ قسما بالله انا ما بعرف على شو. بس لاحظت عليها هذا الشيء لما شفتها عندكم بالبيت. بتعرف انا شو حاسس بها اللحظة ولأول مرة بحياتي؟ حاسس بالخوف. هذا الشيء اللي عم يصير معي بخوف. قصدك الحب؟ لا مو الحب، الخوف من أنه يخيب أملها. يعني إذا البنت غرقانة فيني كل هالقد، بكرة بعد الزواج إذا اكتشفت بأني أنا شاب مثل بقية هالشباب شو رح بيصير؟ انت كذبت عليها شيء؟ يعني قدمت لها حالك على انك حدا تاني؟ قدمت لها حالك انه انت المتنبي مثلا؟ بيل جيتس؟ طيب منيح، معناتها انت مالك مسؤول عن اي سوء فهم ممكن يصير بعدين. اهم شيء بالعلاقه انه ما يكون فيها كذب. هذا بيتوقف على تعريف الكذب. شو هو الكذب؟ تعريفه الكذب. بابا؟ نعم بابا. مشان الموعد. ولك انت ما عدت استحيتي؟ من شو بدها تستحي؟ شو العب اللي عم تعمله؟ معذير، اعطينا سكوتك. وليش بدك تسمع سكوتي اه؟ مشان افهم على بنتك شو بدها. اي بابا، شو كنت عم تقولي مشان الموعد؟ يوم الجمعة بعد العصر منيح؟ اي بابا منيح، بيناسبني. اهلا وسهلا ومرحبا. صباحوا على خير. بعدك بأكل؟ شبعت بابا.
خير ماما. شو من انت بتسهري على افلام اجنبيه؟ حطي 12. بعرف بس ما اجاني نوم. خير؟ ما في شيء محدد. طيب هات لنشوف. قولي لي شو يلي قلقك وما خلاك تنامي؟ والله ما بعرف، يمكن كنت ناطرتك لانه صار لنا زمان ما قعدنا حكينا انا وياك. طيب هي انا معك ست الحبايب. قلت لي صارت الساعة 12، يمكن نطرتك كثير. يلا بنحكي غير يوم، هاتي نعسى تصبح على خير. تلاقي خير. أهلين. مبسوطة ها؟ شايفك؟ أنا واثقة إنك شايفني، لأني أنا كمان شايفتك. بس اليوم مبسوطة كأنه زيادة، خير؟ بابا ناطرك يوم الجمعة. معناتها دخلنا بالجد. ليش كنا عم نمزح؟ لا مو هيك، بس يعني كأنه الواحد فايت على فحص. وأنا مثلك عندي نفس الإحساس، كأني فايتة على فحص، بس في فرق صغير. فرق شو؟ انت صح فايت على فحص، بس اعطيناك النتيجه قبل حتى ما تشوف ورقه الاسئله، قالوا لك انك ناجح. انت منين عم تجيبي هاي الثقه؟ من معرفتي فيك. عزة، رح اسالك سؤال بس ممكن يكون. كيف ما كان سؤالك يكون، اساله من دون مقدمات. شو اللي بدك تعرفه؟ عم بسمعك. ثقتك فيني كبيره، شكرا لك. بس يا ترى انت ما عندك خوف اني اخذلك بيوم من الايام؟ لا ما عندي خوف. انت ما بتعملها، ما بتخذلني، مستحيل. بضمانة شو مستحيل؟ معرفتي فيك. صرتي عيلتيها مرتين ومستعدة اقولها مرة ثالثة ورابعة طالما انا متأكدة منها. بس ما بتعرفي شو الايام ممكن تكون مخبية للبني ادم. لا انا ولا انت بنعلم بالغيب، بس في شغلة واثقة منها واكيد انت بتوافقني عليها. اللي هي؟ اذا زرعت قمح فحتما ما رح احصد شعير، صح؟ صح. امجد انت معي؟ ايه ايه عزة معك، انا معك. مثل ما تكون شردت. يمكن عم بحلم بيوم الجمعة. لكن ما رح اقطعك. تصبح على خير. وانت من اهله. مقلوبة اليوم؟ لا والله، بس يعني في هيك شوية وجع راس، أو حتى مو وجع راس، يعني بيجيهون شكلي نايم بيشيلوني غلط. طيب خد لك شي حبة. أنا ما بحب الدواء. والله أنا بحب الأسبرين. شو؟ بحب الأسبرين. شو الأسبرين أكلة؟ طيب شو رأيك إنه ما في نوع أسبرين بينباع بصيدلياتنا إلا وتلاقي موجود عندي بالبيت، من الأسبرين الألماني الأصلي للأسبرين المحلي وبكل أشكاله وبكل عياراته. شو بتعملي فيهم، بتاخذيهم؟ لا. لكن شو؟ بصمدهم. بتصمديهم؟ عندي قسم خاص بخزانة التياب بس للأسبرين، وكل يوم بتفقدهم، والنوع اللي بتخلص مدته فورا بروح على الصيدلية وبجيب بدالهم. لك شو عم تحكي انتي؟ إذا مالك مصدقني تصطفل انت يا حبيب. إيه ها من الأول فرد لي هالعقبة. انتي اليوم كثير ظريفة ورايقة. خير؟ سبب شخصي. المهم هلا خف الوجع ولا روح جيب لك أسبرين؟ مرحبا. اي لا لا وشك ولا طوله، طولوا بالكم على شو كل هال. كيف على شو؟ انت اعطيتي لنا كرت من زمان. انا لا والله، والدليل لكني قاعده بيناتكم. اذا لساتك ببيت اهلك وهيك، بكره كيف فسخ جوازي؟ كيف والله ما بعرف، كل واحد هو ظروفه. لا لا لا، ان شاء الله ظروفك بتكون منيحه ان شاء الله. بقصد هذا الشاب يطلع ابن حلال معك. ان شاء الله انا اطلع معه بنت حلال.
ليه يا عزة ليه هيك عم تحكي عن حالك؟ عادي عم بتمنى. تتمني تكوني بنت حلال؟ أنا بنت حلال بس عم بتمنى إنه الأيام ما تغيرني. مو بيقولوا الأيام بتغير؟ لا 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 أنت ما بتتغيري، أنت مثل الألماس. مثل الألماس؟ بالضبط. شكراً على المجاملة. شو بتقصد؟ إني أنا نادرة؟ الندرة مجرد وحدة من صفات الألماس. أها وشو كمان؟ الصفاء. ولسه في شيء تاني؟ طبعاً المتانة. أنا كل هدول ولسه ما وصلنا للأهم. قولي كل هدول لسه ما وصلنا للأهم. تفضل. عدم القابلية للفساد حتى عضويا؟ كيف يعني حتى عضويا؟ يعني رح ضل صبية كل حياتي؟ ما رح ختي؟ عم بتنكتي. ايه طبعا عم نكت. بس تعرف بدي اسألك سؤال ويا ريت تجاوبني عليه بصراحة. هلأ أنت عن جد هيك بتشوفني؟ ايه طبعا. بس هلأ ولا دايما كنت تشوفني مثل الألماس؟ لا دايما. عجيب. شو العجيب بالموضوع؟ ما بعرف ليش دايما كان عندي إحساس إنك هاملني. لهالسبب. لهالسبب شو؟ خلص بلاها. لا مو بلاها، لهالسبب شو؟ أنا مصرة أعرف كمالة سؤالك. خلص أنا بسحب السؤال من أصله. لا معناتها بدك تسمح لي جاوبك على هالسؤال اللي ما بعرف ليش ما أنك مسترجي تسأله. أنا بحبه لأمجد وبحبه لشخصه، مو نكاية بحدا تاني. بتريد تعرف ليش بحبه؟ مو لأنه ألماس، لا، لأنه بني آدم عنده مشاعر وعنده أحاسيس، بيزعل، بيفرح، بيجوع، بيعطش، بيبرد، بيشوب، مو مثل الألماس اللي أنا بشبهها. عرفت هلأ ليش قلت لك إن شاء الله أنا أطلع معه بنت حلال؟ دايلي دايلي سامر وخلينا أصدقاء. وأنا ما عندي رغبة أخسرك كصديق. طيب كتير منيح. لك شربونا شي شغلة نشفتولي ريقي تضربوا من بين الرفقات. أبو حميد شو تشرب؟ مرحبا. يا لطيف شو جاي عبالي ضمك وبوسك. شو اللي مانعك؟ ما أهلي ناطرين زيارتك لعنا على البيت من زمان. مزبوط بس أنا. أنت شو؟ أنا مشتاق مشتاق مشتاق. لهيك طولت غيبتك؟ يا حبيبتي والله مو بإيدي، التصوير عصلا شوي ومزاج الشغل كله كان قبل ما تكمل، مانك ملاحظ انه نحن لساعتنا واقفين؟ شو ما في تفضلي؟ طبعا في، تفضلي تفضلي بس بلاها التكشيره. ماني مشتاق. ما انا كمان مشتقت لك، والله العظيم ماني مصدق انك اخيرا رجعت. رجعت وحياة عيونك رجعت، وهالمرة ماني تاركك بنوب. ما احلاك وتتركني. شو مطلوب لك؟ ما بدي شيء، لاني جوعانة ولاني عطشانة، بدي اشوفك وبس. بس بدك تشوفيني؟ ايه. بس بس؟ يعني شو بقدر اعمل أكثر من هيك؟ يعني ضميني مثلا او على القليل يكون عندك رغبه بهذا الشيء. بدك يعني ضمك هيك قدام الناس؟ يعني الناس هن المشكله. ليش؟ بقصد يعني لو كنا لحالنا مثلا ما في مشكله. شلون يعني لحالنا؟ يعني مكان ما في غير انا وانت. اها وين مثلا؟ اي مكان عندي بالبيت مثلا. بدك يعني زورك بالبيت؟ اي وشو المانع؟ لا ما في مانع، فرد مرة بتعرف على أهلك. إيه بس أنا ما قصد بيت أهلي. ما عم أفهم عليك. لا شوفي صحيح أنا ساكن مع أهلي بس. بس شو ليش سكتي؟ عندي بيت تاني صغير ململم رح تحبيه. ما كنت بعرف إنه عندك هيك بيت. إجرة مستأجره أجار. وهذا البيت الصغير ساكن فيه لحالة؟ عم أقول لك صغير طبعاً لحالي. مانك حابة تشوفي؟ وبدك يعني إجي معاه؟ مو حابة تشوفيني كيف عايش؟ بلا حابة ليش لا، بس مو قبل ما تيجي وتطلبني من أهلي. شو هذا شرط؟ ونكتب الكتاب كمان. نكتب الكتاب؟ ايه نكتب الكتاب. ويا سيدي بدك يا شرط؟ ايه شرط، ساعتها بروح معك وين ما بدك وبزورك وين ما بتحب. أما بهي البساطة فبعتذر منك، جوابي هو لا. وين الغلط؟ ما أنت بتحبيني وأنا بحبك ورح نتجوز. ايه بحبك، بس كيف بدك يعني نتجوز إذا ما أجيت طلبتني من أهلي؟ وفاء أنا هلا بروح بطلبك من أهلك بس أهلك ما رح يوافقوا. طيب جرب تيجي وإذا ما وافقوا منشوف شو بدنا نعمل. ليه عم تعادي الأمور؟ تعرف شو؟ يبدو أنا وحدة معقدة. بالإذن. وفاء عيب. Thank you.
بتقدر لا تصحوني ايه؟ ولا مشان اي شيء. طيب يا عمري ارتاحي ايه؟ كنا على مطعم بالغوطة تعرفت عليه جديد، أكله بيمزع العقل. بيمزع ولا بينزع العقل؟ أستاذ وليد دمه خفيفة ما بقى شيء يعني. كيف مرافق هيك واحد؟ كيف قادر تتحمل هالهضمنة؟ وليد ما في منه. ها؟ ما في منه وين؟ بالسيارة ولا بالبيت ولا وين يعني؟ لا شو هالحكي، ما في منه بكل الشام، لكن أصل صافي مصفى. أنت اللي كلك زوية في البشر. الله يخليكم لبعض وسهل يوم الفضل يا رب. الله يخليك. العمل شو هذا يا رجل؟ خير شبك؟ ما في غير بيقطعوا هالشجر وبيعمروا محله بيوت. الناس بدها تعيش، بدها تسكن. يعني هلا الناس ما بيحلالها تسكن وتعيش الا اذا شالوا الغوطه وقطعوا هالكم شجره يعني؟ سيدي تخرب على راسهم وعلى روسنا كمان. لا حبيبي، كل عنزه معلقه من كرعوبه. شو عم تحكي انت؟ ما هي بلدنا كلياتنا. هلا لا تعمل لي محاضرات، احمي راسك منيح ما بينزل عليك شيء. سمعت شو عم بيقول؟ وليد خلصنا، هذا الحاضر. ما هو هون المصيبة، إنه هذا هو الحاضر. حاضر. حلو؟ إيه؟ شو؟ لقمة طيبة ولا مو طيبة؟ ايه ولا طيبة، يسلم ايديك ابو عمرو. وفي شجر حتى ما تزعل على الغوطة. شو هي الغوطة من الكبي وامي يعني؟ ما هذا حكينا. لا يا سيدي مو هذا هو حكينا، هي الغوطة ورتونا اياها جدود 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 جدودنا ولسه ابعد من هيك كمان. والمعنى؟ انت بتعرف هي المدينة اللي نحن عايشين فيها اللي اسمها دمشق ليش سموها الشام؟ ما بعرف. مبدئيا اسم دمشق ما له اسم عربي. لا لا هي النقطة لسه مو محسومة. مزبوط، بس كلمة الشام محسوم أمره. هي طبعاً 100%. ها تعرف ليش العرب سموها الشام؟ قلت لك ما بعرف. يا أخي أنت ليش عم ترك علي أبو عامر؟ خلص قال لك ما بيعرف، أنا رح أحكي له. أخي أبو عامر، إذا بتطلع على بلاد العرب من الشمال من عند البادية السورية وصولاً للجنوب للربع الخالي بتلاقي إنه الأراضي معظمها صحاري. مزبوط؟ مزبوط. وعلى حافة هالصحاري هي بيطلع لك موقع هواء لطيف وميته نظيفة وفي شجر كتير، يعني مثل ما تقول غابة. هالغابة هي الغوطة، موقع مختلف 100% عن كل شيء حواليه، وهي هي دمشق. مثل الشامي على الخد، ومن كلمة شامي اجا اسم الشام. الله يسلمكم يا ابو المجد، وهي استفدنا بمعلومة جديدة. لا هذا هو المهم، انك استفدت معلومة جديدة. لك شو بدك؟ يعني على القليلة يكون في عندك موقف من هي المعلومة. شو بدك يعني يطلع للناس احمل سيف وقول له اللي بيقطع شجرة بقطع رقبته؟ لا يا اخي لا، ما حدا طلب منك ترفع سيفك ولا شيء. بس يعني هيك على القليلة بينك وبين حالك، بينك وبين ولادك، رفقاتك، معارفك. ما انتوا اول ناس عم بدمروا هي الغوطة بغربة ابوك وامك. حلفتك ها، ما لك شي مشروع هناي بهي النواحي؟ حلفتني بغربة ابي وامي بلا الي، بس مو لحالي، مع شركة. مشروع قرية سياحية. شرف، ما قلت لك؟ وليد عاش بينا وطنيات، بكفي حكي ما منه فايدة. تأخرنا، بدنا ساعة لنوصل لحساب. هذا هو أبو عادل. هلا أبو هلا محروس شو بيقولوا له؟ أبو عادل. أبو عادل إيه؟ بخير إن شاء الله. وصلوا الجماعة. رح تطلعي تشوف فيهم؟ ما بعرف شو رأي أبوكي. يا أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم أخي أبو علي. يا أخي أبو علي يا مرحبا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم يا مرحبا. شرفوا شرفوا، تفضلوا. يلا تفضلوا تفضلوا. بسم الله. مرحبا يا مرحبا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. والله سعادتنا البركة يا جماعة. الله يبارك فيك. يا ميت أهلا وسهلا.
اهلين عمو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالملي. يا مرحبا. كيف الشغل؟ والله كتر خير الله. انا وعد فيه. والله كتر خير الله. الحمد لله دائما. ها؟ شو بحلو يعمل عملي؟ يا اهلا وسهلا. اللي على يمينه مين بيكون؟ حتى رفيقه وليد والثاني اخو رفيقه. شو ماله قال؟ طبعا له قال. وشو وجهه هاي؟ لك هي موجعه، هذا تعارف. اهلا وعادي اخوه باذن الله العالمين. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. نحن اللي تشرفنا بهالمعرفه الطيبه، وان شاء الله هيك بنتشرف اكثر اذا ما بتردونا خايبين. باذن الله ما بصير الا الخير. ان شاء الله باذن الله. يعني هي هيك مجرد تعارف، مو جاهه هيها. بس وقت اللزوم يشهد علي ربي لجيب لك احلى جاهه واكبر جاهه بالبلد. انت شو عم تعمل اليوم؟ ما بعمل شيء. ما بخاف لي احاول ادش لعريس السعيد فرخي. اهلا وسهلا فيك. بقى سيدي هذا الشاب اللي قاعد جنبي يعني جدع وقبض ضاي وابن حلال وبيشكل ضار فيه. يعني باذن رب العالمين مثل اخ صغير واعز. يعني شو بيقولوا؟ يعني اخ كبير جاي يطلب لاخوه الصغير. بقى نحن بنتشرف انه نطلب ايد الانسه بنتك عزه. عزه، عاشت الاسامي ان شاء الله. نحن بنتشرف نطلب ايد بنتك الانسه عزه لاخي امجد. وقبل ما تجاوبني باي كلمه يا اخي ابو عادل، يعني نحن جاهزين، كل طلباتكم مستجابه. المؤخر، المقدم، التلبيسه، العرس، وين بتحبوا نعمله نحن جاهزين، حتى لو بشرته. شو قلت اخي ابو عادل؟ سمعونا الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه اخي ابو عمير، اذا لكم ميت عنا فرح تشربوهم برضاتنا وغصبا عنا. وليه انه الشاب اللي طلع انه جدع وقبضاي ومن حلال له نصيب بهالبنت. الحمد لله. وحكايه شيرته وما شيرته نحن مالنا من الجماعات هذول. وصلت متقدم ومتاخر بنترك فيها الحديث للنسوان. سمعونا الفاتحه لنية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. امين يا رب العالمين. ان شاء الله الف مبروك اخي امجاد. الف مبروك. ان شاء الله مبروك. مبروك يا ابو علي. الله يبارك فيكم يا رب. عن اذنكم لحظه بس. اذنك تفضل. تفضل تفضل. يلا ابو عامر، شو حكايه هيك كل طلباتكم مستجابه؟ اخي امجاد انا بفهم هيك اصول الطلبه. بس يا ابو عامر افترض انه انا مالي قد هالحمل، شو ببلش حياتي بالدين؟ قلت لك عندي. يا ابو عامر شلون يعني عندي؟ معقول؟ هلا شيلوا من هالسيرة بنحكي فيها بعدين. لا لا شو بعدين؟ خلاص قلت لك انا عند كلمتي. عند كلمتك؟ ايه عند كلمتي. ليش في بالعاده يتراجع انا عن وعدي؟ لا لا معناتها خلص اتركه يدفع ولا العروس تغليه مهرها كمان. ايه على اساس خوفتني كثير، فعلا انتم اولاد، انا اصلا غلطان اني جيت معكم. لك الحمد لله ليه ما صار حرب وقت كنتوا بالجيش. شو يعني خايف علينا كنت؟ لا خايف على حالي وعلى بيتي وعلى اولادي. يعني خايف انه ما نقدر نحميكم. المكتوب مبين من عنوانه. والله يا اخي ما بتعرف، احيانا العنوان بيكون مكتوب غلط، يعني بيغش بيخدع. بغش بيخدع؟ شو بدك تقول لي يعني حررته فلسطين؟ يا جماعه قربكم هذا حديث ناس جايين يخطبوا. طب مالك شايفه شو عم بيتمسخر؟ حررته فلسطين لك هان؟ اخي ابو عامر ما حررنا فلسطين. ما صار لنا فرصه. ان شاء الله بكره اولادنا بيجوا وبيحرروها، بس مشان يجوا هالاولاد لازم اول شيء نخطب ونتزوج، مو هيك؟ يا سيدي ما العب منك الا رفيقك. افهمتني عمي، بس والله انا عند كلمتي، يعني انت معزتك مثل معزه وليد واكثر، فشو بتامر انا جاهز. خلي لي اياك يا ابو عامر وخلص، انا بوعدك اذا احتجت اي مبلغ بيجي لعندك وبطلبه منك. خلص طالما وعدت اللي بدك اياه بصير. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتونا. طمني يا ابو عامر شو انطباعك؟ والله باين رح يكون عندك عم ظريفه. لا عن جد يعني ظريف وادمي. بس ليش ما شفتها معروف؟ لا حي لا حي رح تشوفها. مشان اطمن على ابو المجد بس. اطمن البنت ظريفه واموره. يلا تفضل شوف. والله اسمع منك. لا 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 اعوذ بالله يا بنتي نحن اليوم قرينا فاتحتك، ان شاء الله الف مبروك، الله يوفقك ويرضى عليكي. عقبال عند اختك ان شاء الله. ايه بقيه الامور ما حكينا فيها، تركناها للنسوان. يعني بقيه الامور مثل شو؟ النقد والتلبيسه والشغلات هي. بس انا ما بدي نقد. المتقدم والمتاخر يا بنتي. ايه بابا بعرف فهمت عليك. شو يعني؟
يعني ما بدي لا مقدم ولا مأخر. عيدي عيدي شو قلتي حضرتك؟ سمعتيني منيح. لك على هالوقاحة وانت ما في غير بتكبر براسها. ام عادل استني شوي خلينا نفهم على البنت. بابا ليش ما بدك لا متقدم ولا متأخر؟ لأني ماني غنمة وعم تبيعوها. يا بنتي يا حبيبتي نحن ما عم نبيعك، هذا حقك، هيك الشرع يقول. وأنا ماني ضد الشرع، 100 ليرة مقدم و100 ليرة مأخر. ولك أنت هبلة شي؟ لا ماني هبلة. امبلا، هبلة و60 هبلة كمان، شو بدهم يحكوا علينا الناس؟ شو بدهم يقولوا؟ يحكوا اللي بدهم إياه. لك شلون يحكوا اللي بدهم إياه؟ بدك يقولوا الناس علينا إنه جوزوا بنتهم ليشتروها. خلصنا بقى، خلصنا. ما خلصنا، ما. بنتي، خذيها لأختك. قومي خذيها لأختك. ولك انت ليش مصرره هاتيكي كراوكي؟ لكن شلون ما بدها لا مقدم ولا مأخر؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا معادل الشاب جاي من الباب وعلى سنة الله ورسوله، والجماعة بيقولوا المهر اللي بدكم اياه، التلبيس اللي بدكم اياها، العرس اللي بدكم اياه، شو معنى هالحكي هاد؟ معناها بنتك هبلة. بنتك بتحبه منيح هيك بهالبساطة عم تقولها؟ وشو عمل يعني؟ فوت اتبعها هيك بهالبساطة عم تقولها؟ شلون بدك يعني قولها؟ من هالمراهقين بيحبوا بعضهم، افتروا 10 سنين، رجعوا التو، لا هي نسيانته ولا هو نسيانها، شو عمل انا؟ هي بنتك قدامك، فوتي تفهمي انت وياها. شلون بدي اتفاهم انا وياها وحضرتك مكبر لي براسها؟ صبر جميل والله المستعان. كان عمر لي بالطهور. يا معدل. هالشب نصيبه لهالبنت، وهالبنت نصيبه لهالشب، لا انا ولا انت فينا نوقف مش نصيبهم، عم تفهمي؟ ايه، وبتقوم تتنمرد علينا ولا بدها مقدم ولا بدها مأخر. ما بهي معي الحق، بس بلتقى الحل، بس مو بطريقة الضوجان تبعك، بالرواق يا معادل، كل شيء بنحل بالرواق. تفضل تفضل حضرتك، حلها بالرواق، شرف. ما منك لفتي شيء. شو صار معك؟ اللي صار منيح منيح، زرنا للرجال قعدنا. زرنا؟ ايه ماما زرنا، رحت انا ووليد واخو الكبير. ما تزعلي مني، انا تعمدت انه بهي الزياره الاولانيه ما تكوني موجوده، خفت انه يكون الوضع ماله مناسب. انا بصراحه ما بدي احطك مواقف محرجه يعني. مع انك ما اقنعتني، بس انا مالي زعلانه. لك يا أمي كانت الزيارة رجالية، يعني ما شفنا عزة ولا شفنا أمها، قعدنا بس مع أبوها شغلة نص ساعة. أمجد خلص قلت لك مالي زعلانة. مالك زعلانة بس مالك رضيانة. لا ابني لا تقول هيك، الله يرضى عليك، أنت ما في منك رضا ربي ورضا قلبي. المهم هلا لوين وصلتوا؟ على شو اتفقتوا؟ قرينا الفاتحة. إن شاء الله ألف مبروك. وشو كمان؟ ولا شيء، وتركنا الحديث بالتفاصيل بقى لكم انتوا النسوان.